اهلا بيكم من جديد في قناة الادوات المنزلية الحديثة. النهاردة معانا فيديو مميز جدا كالعادة، عشان هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات اللي هتساعدكم دايما على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدكم على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما. وطبعا هنشوف في الفيديو ده اكتر من اداة منزلية حديثة هتشوفوها معايا لاول مرة. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والادوات المميزة جدا والاجهزة المنزلية اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنهم. وطبعا هقول لكم واعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده هتشوفي معايا مفارش للرفوف، طبعا تقدري تستخدميها في دواليب المطبخ او اوضة النوم والادراج، بتكون عملية جدا وضد الانزلاق وخفيفة في الوزن وبتكون سهلة جدا في التنظيف، وكمان بيكون في منها اشكال كتير. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الطشت، وهو بيكون مخصص لغسيل الهدوم، بيساعدك تغسلي فيه مختلف انواع الهدوم على ايدك بطريقة سهلة جدا زي ما هتشوفي كده معايا من خلال الفيديو. بعد كده عندنا منظم الدوار، وهو مكون من 5 ادوار تقدري ان انت تستخدميه في المطبخ عندك وتنظمي بيه الخضار والفاكهه، وطبعا تقدري ان انت تخلعي الادراج بتاعته وتركبيها تاني بكل سهوله. وطبعا هو بيكون عملي جدا ومزود بعجلات عشان تقدري تحركيه بكل سهوله على ارضيه المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعه السيليكون دي، وهي بتساعدك على تقشير الثوم بكل سهولة، وكمان تقدري ان انت تقشري بيها السوداني. وبعد كده هنا معانا منظم للمكرونة والبقوليات ومختلف انواعها واشكالها واحجامها، تقدري ان انت تنظمي فيه جميع انواع المكرونة والبقوليات اللي عندك. وهنا بقى عندنا الفرشة دي، وهي بيبقى فرشة ليها كذا استخدام، ممكن تنظفي بيها السجاد او البوتاجاز او الحلل او الاطباق، تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى عندك. بعد كده عندنا المنظم ده، تقدري ان انت تثبتيه عندك على رخامة المطبخ وتنظمي عليه الشواك والسكاكين وطقم التوزيع وادوات المطبخ بتاعتك. وهنا بقى هنشوف مع بعض منظم الزيت ده، تقدري تستخدميه وتدهني منه بالفرشة بحيث انه يديكي كمية قليلة من الزيت. وهنا بقى عندنا كفرات كوابل للكهرباء، وهي مهمتها ان كوابس الكهرباء عندك ما يوصلهاش اي مية، وتقدري طبعا تثبتيها عندك في الحمام او تثبتيها في المطبخ. وهنا بقى عندنا منظم البقوليات ده، المنظم ده متقسم ل3 خانات صغيرين وخانة كبيرة، وطبعا المنظم ده بيجي معاه اداة معيارية تقدري ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها بمجرد ما تضغطي على الزرار، وتقدري تنظمي بيه البقوليات او السكر او الرز او الدقيق. بعد كده هنشوف مع بعض اداة التقطيع او الفرم، بتيجي عبارة عن طبق جواه مصفى، وكمان بيجي معاها كذا قطعة من اشكال التقطيع، تقدري تبدليها طبعا على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. وغير كده الاداة المميزة اللي بتمسكيها بايديكي عشان تقدري تقشري بيها، وطبعا اي حاجة انت بتقطعيها او تبشريها بتنزل في المصفى. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده، تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن.
ولو عاوزة تشوفي أدوات منزلية وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. بعد كده معانا سلكة المواعين دي، وهي بيبقى فيها جزء مخصص تقدري انك تضيفي فيه سائل التنظيف، وبعد كده بتضغطي عليها وتبدأي تنظفي بيها الحلل والطاسات والأطباق. بعد كده معانا ممسحة التنظيف المرنة جدا في الاستخدام، تقدري ان انتي تستخدميها في تنظيف الحوائط او الدواليب او الارضيات ومختلف الاسطح اللي عندك في البيت، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة. وبعد كده معانا منظم البيض، عبارة عن دورين، واهم حاجة انه بياخد كمية كبيرة من البيض، بياخد 32 بيضة، تقدر ان انتي تستخدميه جوه التلاجة او بره التلاجة. وهنا عندنا بقى الشماعة دي، تقدري تفرديها وتثبتيها بكل سهولة، تقدري تثبتيها على باب اوضة النوم او باب الحمام، وتقدري انك تعلقي عليها الهدوم او ادواتك عموما. تعالي بقى نشوف مع بعض منظم الشرابات او الهدوم الداخلية ده، بيجي عبارة عن درجين كده فوق بعض، تقدري تثبتيه عندك في الدولاب بالشكل ده وتنظمي عليه شراباتك او الهدوم الداخلية، وكمان بيخلي دولابك شكله حلو قوي ومنظم كده. وبعد كده معانا مضرب اليدوي ده او خافق البيض، وهو استخدامه بيبقى سهل وسريع جدا. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التقطيع والبشر اليدوية دي، تقدري ان انتي تبشري وتقطعي من خلالها الخضروات وتعملي منها بطاطس الشيبسي، وكمان تقدري تنضفيها بكل سهولة. وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة وتمسحي بيها مختلف الأسطح اللي عندك. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري تثبتيه عندك في الحمام بكل سهولة وتنظمي عليه الشامبوهات والكريمات، وكمان بيحتوي على شماعة للفوط، او تقدري تثبتيه عندك في المطبخ وتنظمي عليه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والتوابل وفوط المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بيبقى متثبت عليها شماعات، تقدري ان انتي تثبتيها عندك على جدار المطبخ وتعلقي عليها ادوات ولوازم المطبخ، وكمان تقدري تعلقيها في الحمام وتثبتي عليها ادوات ولوازم الحمام، وكمان تقدري تستخدميها في الاوض، يعني هي بيبقى ليها كذا استخدام. بعد كده عندنا الكولمان اللي تقدري تتحكمي في حجمه، وكمان تقدري ان انتي تستخدميه معاكي وتاخديه معاكي في كل مكان، لو مثلا طلع رحلة تقدري ان انتي تتحكمي في حجمه، مش بياخد مكان خالص. بعد كده بقى عندنا المنظم ده، وهو مكون من 3 أرفف، تقدري ان انتي تنظمي عليه الحلل او ادوات المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك، وطبعا تقدري تثبتيه عندك على رخامة المطبخ او في دولاب المطبخ. بعد كده معانا الشماعة اللي تقدري من خلالها ترتبي وتنظمي عليها البناطيل، وكمان بتساعدك على استغلال المساحة جوه الدولاب. بعد كده تعالي شوفي معايا الأداة اللي بتساعدك على سن مختلف وأنواع السكاكين اللي بتبقى عندك، وكمان تقدري تسني بيها أي مقص عندك. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بـ3 طرق،
تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.